ليس جديدا على أساسة الإطار التنسيقي التخبط والتناقض في التصريحات أو إطلاقها بهدف الاستهلاك الإعلامي والداخلي وإخفاء ما يناقضها بالكامل. الوجود الأمريكي ليس سوى مثال ربما على ديدن الحكومات السابقة، وصولا لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة السودان الذي لطالما تشدق بوجوب خروج الاحتلال الأمريكي من العراق، وأن حكومته ذات سيادة وقرار مستقل على الرغم من أن كافة أفعاله تؤكد تبعيته للإطار الذي لا شك أن أحزابه وميليشياته لا تعنيها مصلحة العراق والعراقيين بقدر ما تعنيهم مصالح إيران وتنفيذ أجنداتها في العراق وخارج حدوده. تقارير صحفية أكدت أن اجتماع ما يسمى اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية الخاص بمهمة التحالف الدولي لم يتطرق إلى إنهاء وجود هذا التحالف في العراق باستثناء تصريحات المتحدث باسم الجيش في العراق يحيى رسول، والذي اعتبر من خلالها أن الاجتماعات ستتواتر لصياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي لقوات التحالف الدولي في العراق. أمر أكثر أهمية ربما يعكس أن تصريحات السودان حول الوجود الأمريكي في العراق مجرد تصريحات، فهو الذي ذهب بنفسه لزيارة زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، وهي رسالة لواشنطن مفادها أن الخزعلي وميليشيا العصائب تحت رعاية الحكومة ولن يقوموا بأي مناوشات ضد القوات الأمريكية ولن يطالبوا بمغادرة الأراضي العراقية. في ذات السياق أكد مختصون في الشأن العراقي أن قيادات الإطار التنسيقي استجابت للتعليمات الإيرانية وتوصيات خامنئي والقاضية بوجوب عدم التصعيد مع واشنطن، وأكثر مما سبق يؤكد المراقبون أن قوى الإطار التنسيقي جاءت بهم واشنطن عقب احتلالها للعراق وسلمتهم السلطة عام 2022، وبالتالي لا يمكن لهذه القوى الخروج عن بيت الطاعة.